ازيكم وعاملين ايه؟ حضري اي حاجه تشربيها، تعالي نتكلم سوا. انا بصراحه فاتحه الفيديو ده عشان اتكلم معاكم وادردش معاكم، مش عارفه ياخد مني وقت قد ايه ومش عارفه اخلصه امتى، يمكن كمان مش عارفه انا هتكلم اقول ايه فيه. كل اللي انا عايزه اقوله، كل اللي عايزه اقوله لكم او احكي لكم، مثلا انا ليه ببقى يعني ليه لما بخش في حاله اكتئاب بطلع بسرعه، او ليه اصلا بخش في حاله اكتئاب. بجد انا نفسي، مش عيب مش عيب بجد، لو حد يعرف دكتور في اسكندرية، هنا دكتور أمراض نفسية اللي هو معالج نفسي، يعني ده مش عيب خالص، يا ريت يبعتلي على انستجرام، لأن أنا محتاجة إن أنا أعرف حد، ومحتاجة إن أنا أروح لدكتور وأتكلم معاه، أكيد هيفيدني، وأكيد في حاجات غايبة عني، حاجات هي اللي بتدخلني في مود الاكتئاب رغم أي حاجة حواليا كويسة. طيب، التغيير أنا مؤمنة جدا جدا ان اي حياة، من اي حياة يعني حياتي وحياتك وكذا وكذا، حياة زوجية حياة عائلية، انا مؤمنة جدا ان الحياة مش بتمشي كويس او مش هتمشي كويس الا لما يحصل فيها تغيير تجديد. احسبيها بقى، يعني ايه، خدي الكلمتين دول وفكري بقى في يوم ازاي تغيري وازاي تجددي في حياتك عموما. الحقيقة ان انا لما بقعد مع نفسي افكر بعد ما بخش في حاله الاكتئاب ده هطلع منها ازاي، هتعملي ايه عشان تكوني كويسه، دايما بروح مفكره، ودايما تفكيري يروح اللي هو انتي غيري شكل المكتب، غيري شكل المطبخ، غيري ملايه السرير، غيري الكفر بتاع الركنه، غيري حاجه انتي دايما بتشوفيها، غيري الحيطه اللي قدامك اللي انتي بتشوفي بتبصي منها على الشاشه، يعني شاشه قدامك في حيطه، غيري شكل الحيطه دي، غيري ستايل لبسك، بدل ما تغسلي مواعين وانتي لابسه لبس البيت، قومي البسي لبس خروج وحطي المريله واغسلي بجد والله العظيم. والله يا جماعه انا مش بقول لكم كلام عشان في ناس بتفتكر ان الكلام ده ايه ده، انتي ازاي يعني، هو في حد بيعمل كده؟ انتي بتقولي كده وخلاص، او انتي بتتكلمي وانتي مش مجربه؟ لا بالعكس، انا مجربه كل الحاجات دي وفعلا بتعمل معايا فرق كبير، بحيث ان انا كده في حاجه اتغيرت. فاهمين قصدي؟ النسكافيه ده برد وانا لازم اشربه بصراحه، ما يبرد اكتر من كده. التغيير حلو، وان انت تغيري من ستايل حياتك او ان انت تغيري من روتين حياتك، التغيير مطلوب عشان تبقوا فاهمين. حياه زوجيه، حياه عائليه، حياه دراسيه، حياه عمليه، لازم تغيري، لازم تعرفي ان التغيير اساس كل شيء. حتى ربنا سبحانه وتعالى قال في القران: لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن التغيير في القران، يعني كمان انتم متخيلين يعني التغيير والتجديد ده فعلا بيغير من حياتنا، يعني فعلا لما تنوي التغيير لحاجه احسن ربنا بيعينك، حاجه احسن في الصلاه، حاجه احسن في عبادته، حاجه احسن في حياتك، اكيد ربنا بيعينك لده. فعشان كده انا اول حاجه فكرت فيها وانا داخله في مود اكتئاب بقى، اللي هو انا داخله مش عايزه اخش، انا واقفه على الباب متبته مش عايزه اخش، فكرت على طول وافتكرت ان انا لما كنت بجدد في المطبخ، وكنت بجدد في الشقه، وكنت بجدد في ستايل لبسي، كنت بجدد في يومي، نخرج اشرب قهوه في البلكونه، اروح اشتري زرع، حاجات كتير، حاجات بسيطه، حاجات مش مكلفه، مش هقول لك روح اشتري قهوه من ستاربكس، ولا روحي تغدي بره، ولا بقى في كمان ضرايب على الاكل اللي بناكلها، الاكله اللي بناكلها من بره بندفع ضرايب عليها. ف بس يعني ف ده اللي حبيت اتكلم معاكم فيه، وعايزه اقول لكم على التغيير ثم التغيير ثم التغيير، ودايما امنوا بايه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حرفيا الايه دي حقيقيه قوي، يعني انت فعلا انت مش يعني انت مش هتتغيري، او مثلا مش هتصحي الصبح تقولي انا النهارده عايزه اكون الشخص الفلاني واعمل كذا وكذا، الا اذا بداتي، الا اذا فعلا عملتي، الا اذا فعلا بداتي تعملي كده واشتغلتي على كده. بس يعني فانا كنت جايه اقول لكم الكلام ده، وكنت عايزه اتكلم معاكم فيه لاني مخنوقه ومتضايقه وعايزه اتكلم مع حد، وماليش صحاب دلوقتي اتكلم معاهم. حتى النهارده فرح صاحبتي مش هعرف احضره عشان تعب جوزي وكده، الله يشفيه يا رب يقومه بالسلامه. ف anyway من ملحوقه ان شاء الله، كل حاجه ملحوقه، كل حاجه يعني معمول حسابها ان شاء الله عند ربنا، وتدبير ربنا افضل بكتير جدا من تدبيرنا. بس مش معنى كده ان احنا مش هنفكر ونخطط، لا نخطط وربنا سبحانه وتعالى يختار لنا الاحسن في كل حاجه،
بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا يعني عرفت ادردش معاكم وعرفت اوصل لحاجة في قلبكم او حاجة في شخصيتكم الفترة دي. اكتبولي كومنتات كتير قوي، اشوفكم على خير، باي باي.